السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بنقدم طريقة للإضاءة. الأدوات اللي هنستخدمها زيت، أي نوع من الزيت، وكوباية أزاز، ومية، وورق فويل، وخيط قطن، مقص، ومسمار، ولاعة، وطبق ورق. أول حاجة نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نقص حتة من طبق الورق صغيرة، مربع كده صغير، وحتة تانية مربع تاني يبقى أكبر منه من الورق الفويل. نلفهم على بعض، نلف الورق الفويل على المربع ده بحيث ان هو يغطيه خالص. كده بعدين نجيب المسمار نخرمه هنا كده من النص، نجيب الخيط ندخله كده هنا الفرم اللي احنا عملناه بالمسمار، ندخله كده، نسيبه دي كده على جنب، ونجيب الكوباية الإزاز، ونجيب المية، مش على الاخر، نجيب زيت، نحط كده الزيت. طبعا الزيت كسرته اقل من الماء فهنعوم فيها. حوالي ربع سنتي فوق، وبعدين نجيب دي كده ونسيبها كده على جنب. هنا طبعا لو عندنا ممكن يعملوها بأي حاجة تانية للتزيين، يعني ممكن يتحط جواها أي لون، أحمر، أصفر، أخضر، أزرق، اللون اللي يعجبكم، أو ممكن جليتر لو هي مثلا، أو ممكن لو هي أكبر من كده، لو دي مثلا أكبر من كده ممكن يتحط فيها كذا كذا واحدة من دي كده. وممكن برضو لون او جليتر او اي حاجة، لو واحدة كبيرة او ورد. نجرب مثلا في دي، نجيب مثلا لون احمر مثلا، برضو مش على الاخر.
نعمل كمان واحدة زي اللي عملناها دلوقتي. نخليها مربى. برضو كده دي اضغط كده عليها. زي الأولى، زي اللي عملناه في الأول. نحاول نوقف كده. تفاحة وشكلهم جميل. يا رب تكون الفكرة عجبتكم و إن شاء الله تقدروا تنفذوها. و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.